أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ يعني ربنا بيقول لهم هذا سؤال، كأنك بتستنطق اللي انت بتسأله عشان قضية مسلمة، يعني الجواب قضية مسلمة، فانت بدل ما تقول له القضية المسلمة انت بتستنطقه وتقول له قول هل انت بقى. أفمن اتبع رضوان الله خير ام ايه؟ كمن باء بسخط من الله. طبعا مين احسن؟ من اتبع ايه؟ كل الناس هتقول كده. طبعا رضوان ربنا سبحانه وتعالى ده اعلى حاجه ممكن يوصل لها العبد. ليه؟ لان في عندنا احنا حسنات يعني شوف الايه اللي بعديها بيقول هم درجات عند الله. خلي بالك بقى من هم درجات دي. الايه اللي بعديهم ما قالش لهم درجات. لا، اهل الرضوان دول ما لهمش درجات، ده اهل الرضوان دول هم عين الدرجات. هم درجات. هم ايه؟ يعني ايه؟ الحسنات والسيئات بتخلص عند حتة معينة. ايه هي الحتة دي؟ الصبر. يعني ربنا قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير ايه؟ بمعنى انك لما تصبر هتاخد حسنات ملهاش عدد، يبقى خلصت قضية الحسنات. صح؟ مليون، 2 مليون، 3، ما لا نهاية، ما لا نهاية. يبقى خلصت الحسنات. اللي بعد كده، اللي بعد ايه؟ كده لا ليهم حسنات ولا ليهم درجات. اللي بعد كده ربنا ينعم بيهم الحسنات والدرجات. اللي بعد كده هم الدرجات انفسهم. هم درجات. هم درجات. يعني درجات الكمال هم. يعني الناس اللي لحد الصبر لما حب ربنا ينعمهم يدخلهم الجنة يتنعموا. ربنا لما يحب ينعم الجنة يدخل فيها الناس أهل الرضا. الجنة تتنعم بيهم. فهمت؟ يبقى أهل الرضا هم الدرجات. اللي ربنا بينعمهم بنفسه. يعني الجنة تتنعم بأهل الرضا، وأهل الرضا ربنا ينعمهم بنفسه. يبقى في نعيم أكتر من حسناته الإيه؟ اللي هم أهل الإيه؟ الرضا، اللي هم أكتر من الصبر. أصل الصابر ده يعني إيه؟ الصابر يعني أنت يجي لك مرض من أمراض أو ابتلاء تبقى مستحمله، ما بتتكلمش مع الناس إنما مستحمله. يعني لو واحد جالك قال لك إيه؟ أنا في دكتور ممكن يشيل لك، تجري عليه. مش كده؟ تبقى نفسك الحاجة دي تروح. إنما أهل الرضا مش كده. أهل الرضا لما يجي لهم أي حاجة من عند حبيبهم ويجي يقول واحد تاني يقول له عشان يقول له لا 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 تشيل إيه؟ تنزل عليهم بردا وسلاما. ويفضل يعني يستلذ بيها زي ما الناس بتستلذ بالرخاء. عشان هو شايف مين اللي جابها له. ده بقى أهل الإيه؟ ودي درجة عالية جدا جدا إيه؟ جدا. وهؤلاء الناس هم درجات. ولذلك هي جت بعد أفمن اتبع رضوان ايه؟ كمن باء بايه؟ بيقول هم درجات عند مين؟ يا خبر، يعني مش عند حد تاني. ده هم درجات عند مين؟ مش في الجنة. لا، عند مين؟ عند الله. شفت العندية دي؟ عندية تشريف كبير. ربنا سبحانه وتعالى له ذات مقدسة وله أسماء وصفات. الأسماء والصفات دايما ضد بعضها. طول ما أنت في الأسماء والصفات تبقى صاحب أحوال. يعني إيه؟ مرة تصبر ومرة ما تصبرش، مرة ترضى ومرة ما ترضاش. مش كده؟ مرة تضحك ومرة تكشر، مرة. طول ما أنت كده في الضدية يبقى أنت أسماء وإيه؟ إنما لما تثبت ويبقى لك مقام تبقى دي ذات، لأن الذات لها ثبوت، لها الإيه؟ فهمت؟ لحد الصبر أنت من أهل الأسماء والإيه؟ الرضا لا يكون إلا مقاما. الرضا لا يكون إلا إيه؟
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه. خلاص بقى راحت الاسماء والصفات، ما بقيت الا الايه، الا الذات. هم دول اللي هيبقوا درجات، هم دول اللي هيبقوا ايه، درجات. لان ربنا ما يعملش عنده درجة تتغير، لان الدرجات ثابتة، مش واخد بالك؟ انما لهم درجات. ممكن اديك درجة وبعدين اطلعك لدرجة اعلى عادي، انما هتبقى انت درجة مش هتتغير، انت مش هتتغير خلاص. يبقى لازم تبقى ثابت، يبقى ده عطاء ذاتي. يبقى الرضا عطاء ايه، والصبر عطاء ايه، اسماء وصفات. فاهل الصبر، اهل الصبر وغيرهم، وغيرهم، يبقى اهل الصبر وما دونهم، ربنا سبحانه وتعالى ينعمهم بالاسباب، ينعمهم بالجنة، ينعمهم مش عارف ايه، مش كده؟ انما اهل الرضا ينعمهم الله بلا اسباب، بلا ايه، فنعيمهم دائم. نعيمهم ايه؟ لانه نعيم ايه؟ ذاتي. نعيم ايه؟ ذاتي، ما يخرجوش منه، ما يخرجوش ايه. مش احنا زمان قلنا الدورة الخلقية ان والابد والحاجات دي، فاكر لما شرحنا الابد وقلنا الناس الاول هتعدي على الجنة، وبعدين بعد ما تخلص الجنة هتروح، وان الى ربك المنتهى. مفيش حاجة بتدوم بدوام الله، ولا الجنة ولا النار، فهمت؟ ليهم ابد ينتهون اليه، ابد. وبعدين الكل، وان الى ربك الايه، المنتهى، صح كده؟ فاهل الجنه ما يقدروش يدخلوا على ربنا على طول، يتنعموا شويه في الجنه ويعرفوا كده النعيم، وبعدين لما يدخلوا على ربنا بقى يعني ايه، تبقى الحكايه ايه. انما اهل الرضا دول ما فيش عندهم انتقال، اذا كانوا هم عند الله، هم درجات عند الله، دم هم عند الله وهم الآن، يعني هو في عايش في الدنيا هو عند الله، وهو في عند الله، يبقى ده ينتقل، ده لا يموت، ما ينتقلش بقى، ما ينتقلش، لا يموت ولا يروح آخرة ولا يروح محشر ولا، لأن هو عند الله، يعني وصل، يعني الدورة تمت في حقه، تمت الدورة في إيه، في حقه. إنما في غيره من الصابرين وما دونهم بيمشي بقى الدورة، بيجي في الدنيا بيبقى في علم الله، وبعدين بيجي في عالم الذر، وبعدين من عالم الذر يجي الدنيا، عالم الأرحام، وبعدين الدنيا، وبعدين يروح البرزخ، وبعدين يروح القيامة، وبعدين الجنة أو النار، وبعدين يرجع للإيه، لعلم الله. إيه دي الدورة الإيه؟ إنما دول من ساعة القرآن، طبعا أنتوا عارفين إن القرآن ده كلام الله الإيه، يعني هو ربنا قال في كلامه القديم هم درجات عند الله، بس فهم عند الله درجات. خلاص هنقول ايه اكتر من كده بقى؟ اللهم اجعلنا من اهل الرضا.